سنين علال الجامعة المغربية للبريد الاتحاد الوطني للشغل المغرب. والهدف ديالنا من هذه المعركة عندنا واحد المجموعة ديال النقاط اللي كندافعوا عليها احنا في الاتحاد الوطني للشغل المغرب. كاين ملفات اللي هي عندها صبغة مستعجلة بحال دابا حاليا عندنا جوج ديال الملفات اللي هما ذات أولوية. كاين الملف ديال الأخ عبد اللطيف الهويتي اللي كيتماس عليه واحد التعسف يعني واضح وتعسف كبير يعني اللي غادي يؤدي به يعني الى بقى كالحرمان ديالو من العمل ديالو ومن يعني التعسف يعني كبير اللي يعني وكاين الملف الثاني اللي هو ملف ديال الوكالتين اللي هما كيناضلوا هذه واحد عامين وثلاث سنين هما كيناضلوا والاداره كت بحال اللي ما مسوقه لهمش وما فتحش معهم الحوار باش تحل معهم الملف. وكاين ملفات اخرين بحال الملف ديال الزياده الحكوميه اللي حرمتنا منها الاداره البرد المغرب حرمه شي غيره منها رغم ان الحكومه صدقت عليها ووافقوا عليها النقابات الى اخره. وكاين ملفات اخرين بحال الملف ديال القانون الاساسي اللي ما واضحش وما خرجش في الجريده الرسميه وكاين واحد المجموعه ديال الملفات والتاسفات. المهم احنا حاليا دابا اللي مركزين عليه هو في المعركه ديال اليوم وهو الملف ديال التاسف على الاخ عبد اللطيف الهويتي مناضل عضو في المكتب الوطني للجامعه. هاد المحطة الاحتجاجية ديال 48 ساعة أمام المقر الاجتماعي لبريد المغرب جات في إطار ديال كمحطة كبداية ديال المحطة الاحتجاجية قادمة بحول الله جات في إطار الاحتجاج على التصديق على الحرية النقابية والتصديق على ممارسة الحق في الحرية الحق في حرية الممارسة النقابية التي يضمنها الدستور في فصلين 8 و 29. جات كذلك احتجاجا على تعطل مجموعه ديال الملفات المطلبيه ديال الشغيله البريديه من ضمنهم ملف ديال التعديل ديال القانون الاساسي اللي عرف مجموعه ديال الخروقات، ملف ديال الزياده الحكوميه التي تم حرمان البريدين منها وفق اتفاق ديال 25 ابريل 2019. كذلك كيجي احتجاجا على عدم حل الملف ديال الوكالتيين اللي عرف تعثر منذ ملف اللي طال الزمن ديالو منذ ما يقرب على 20 سنه وباقي ما تحلش. كذلك هذا الاحتجاج كيجي من اجل دفاعا عن الحق في حرية الممارسة النقابية وكذا من خلال التعسفات الإدارية التي تقوم بها إدارة بريد المغرب في حق عبد ربه والتي تتجلى في حرمان ديالي من الوثائق الإدارية كشهادات الأجرة وكشهادات العمل وبيان الأجرة منذ شهر يناير 2020. كذلك جات احتجاجا على تجاوز طبيب الشغل لاختصاصاته فيما يخص إجراء الفحص الطبي المضاد. كذلك تجاوز اختصاصات ديالو كطبيب الشغل وبدا كيصدر شواهد طبية بدون سند قانوني. كذلك جات احتجاجا على الاقتطاع الجزئي من الأجرة الشهرية ابتداء من شهر يناير 2020 إلى غاية شهر غشت 2020. كذلك جات احتجاجا بالخصوص على المنع ديالي من الدخول إلى مقر العمل ديالي ابتداء من 9 يوليوز 2020 بدون سند قانوني. دونك بعد هذه المحطة النضالية هذه ديال 48 ساعة اللي قام بها أعضاء المكتب الوطني كتجي محطة نضالية الثانية واللي هي عبارة عن اعتصام مفتوح أمام مقر الاجتماعي لبريد المغرب بساحة حسن بالرباط رفقة الأبناء ديالي الأسرة ديالي والأبناء ديالي اللي هو غادي يكون اعتصام مفتوح. كذلك هو غادي يجي كثاني محطة نضالية بعد هذه المحطة النضالية ديال أعضاء المكتب الوطني اللي كان اعتصام وإضراب ديال 48 ساعة. هو إن شاء الله الرحمن الرحيم الاعتصام اللي غادي يكون غيبقى مفتوح إلى غاية تحقيق جميع المطالب ديالي والكف عن التعسفات وكف إدارة بريد المغرب عن هذه التعسفات الإدارية. بالنسبة للملف ديال الوكالتين باش الإدارة يعني تفتح حوار معهم تشوف المطالب ديالهم هي معقولة وتعطيهم المطالب ديالهم بسيطة كيطالبوا غير بالسميك والتغطية الصحية اللي صاحب الجلالة نصر الله نادى في الخطاب العاشر الأخير بتنفيذ هذه التغطية الصحية جميع المواطنين يستفيدوا منها ويعني أمور بسيطة بالنسبة للإدارة.
وحنا كنوجهوا النداء ديالنا للمسؤولين والسيد رئيس الحكومه بالخصوص بصفته رئيس المجلس الاداري لبنك المغرب انه يتدخل بصفه استعجاليه وسميتو يشوف حنا كنستغطوا به انه يعني يحل المشكل ديال الاخ هذا ويحل المشكل ديال الوكالتين. وراه عندنا ملفات اخرى يعني مهمه وكتهم البريدين كلهم، والبريدين حاليا راهم يعني كلهم ساقطين على الاوضاع بكل صراحه.